دلوقتي كنا بنتكلم عن ان احنا المفروض كنا نعمل ميديو كوليجال ريبورت. ايه اللي حكايه اللي هنكتبها في الميديو كوليجال ريبورت معايا؟ الاصابات اللي موجوده قدامي، ايه هي الوونز، السلاح لو موجود في مسرح الجريمه لازم نتعرف عليه، الباليستكس برضو لو موجوده كلها لازم هنتعرف عليه. يبقى دي كل الاركان اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. طب ندخل كده مع بعض كده في المود ونشوف كده كيس، وبعد كده في الاخر خالص هنبتدي ان احنا نفسر الكلام ده. احنا عند دلوقتي الكيس اللي معايا دلوقتي ان في مواطن جه بلغ البوليس ان لقى ان في واحد متوفي في شقه. المتوفي ده كان موجود في الشقه على الارض على الجنب اليمين، وهو ماسك بايده اليمين بالمسدس، والصنب بتاعه موجود على التريجر، وبقيه صوابعه ماسكه جامد قوي، عامله حاجه اسمها كادافيريك سبيزم. اعتقد حضراتكم اخذتوا البوست مورتم تشينجز وعرفنا ما معنى كلمه كادافيريك سبيزم اللي بيحصل في النيرفوس ستيميليشن او الحاجات دي. تمام، نكمل القصة مع بعض كده. جينا بصينا على المكان بقى بتاع اللي حصل فيه، الأوضة ديت أخبارها إيه؟ لقيناها إن هي ويل أورجنايزد، ما كانش فيها أي حاجة سكاترد، ما فيش أي ساين للفايلنس موجودة. بدأت إن إحنا نعمل انفستيجيشنز أكتر ونسأل على الهيستوري، لقينا إن هو كان المتوفي ده كان عنده فاينانشال بروبلمز، مشاكل مالية كتير في الفترة الأخيرة. ولما جينا بصينا على الاوضه لقينا ان الباب كان مقفول من جوه، والمفتاح موجود كمان في الكي هول نفسه من جوه. تمام، ادي ده كده احنا بنشوف السيركمستانس ايفيدنس اللي حوالينا والهيستوري اخباره. نكمل مع بعض، جينا بصينا للمتوفي لقينا ان احنا في ووند موجوده في السكالب، وفي فراكشر، وكمان في لاسيريشنز واضحه معايا زي اللي في الصوره، وكان في ووند ثانيه موجوده ناحيه الماستويد بروسس على الناحيه الثانيه. أنا لسه ما ابتديتش في حاجة، احنا بس ايه بندخل كده في القصة نفسها مع بعض. يبقى احنا دلوقتي عندي قصة واحد لقيناه متوفي في الأوضة ماسك السلاح في ايديه، تمام، وفي تو وونز موجودة عنده في راسه، واحدة في واحدة عملت معاها فراكشر ولاسريشن، والتانية موجودة في الماستويد بوس. المفروض ان انا في الحالة دي ابتدي ان انا اشوف الدياجنوزز، هل هو ده فاير ارم ولا ده ايه؟ الإصابة اللي انا شايفها دي عبارة عن ايه؟ دي رقم واحد لازم نتعرف عليها، وده اللي احنا عن طريق على اساس المحاضره دي هنعرف ازاي نتاكد ونقول 100% ده فاير ارم انجري. وهل المتوفي ده اتوفى هوميسايد ولا سويسايد ولا اكسيدنتال؟ وده برضه اللي هنتعرف عليه. خلينا ناجل بقى الحل بتاع الكيس ده في الاخر على ما احنا نتعرف ازاي يعني ايه فاير ارم انجري. يبقى انا دلوقتي حاليا هنتكلم عن ايه هي الاسلحه الموجوده وايه الميثودز بتاعتها. هتكلم على الوونز وازاي افرق ما بين القلت والاكزت واعرف الميكانيزم بتاع الفاير. انا المفروض ان انا في حاله فاير ارم انجريز المفروض انا كفورنسيك باثولوجيست احط في اعتباري ايه، او انا ايه اللي المفروض ان انا ابقى ملمه بيه؟ تمام، اول حاجه ايه نوع السلاح اللي انا استخدمته، لان كل سلاح بيعمل لي حاجه مختلفه زي ما هنتعرف دلوقتي. الليجنز بتاعتي القلت والاكزت، ازاي اعرف اعمل استيميشن للديستنس او الدايركشن بتاع الفايرنج. طب ايه سبب الوفاه؟ هل السلاح اللي انا شايفه في الواقع الجريمه ده هو ده اللي عمل الاصابه دي ولا ده حاجه ثانيه؟ وايه الديت اوف فايرنج؟ تمام؟ فقالوا خلاص تعالوا نشوف كده بالراحه واحده واحده نتعرف على الفاير ارم ويبونز، ايه الاسلحه اللي عندي؟ فقالوا هنقسمها لاثنين كاتيجوريز كبار قوي اللي هي الرايفلز والنون رايفلز. تمام؟ مش هتكلم على بقيه الحاجات دلوقتي، خلينا نعرف يعني ايه كلمه رايفلد ونون رايفلد، الكلمه دي معناها ايه اصلا من الاساس؟ كلمة رايفلينج معناها عندي ايه؟ لو جينا بصينا على السلاح على البرل بتاع ماسورة السلاح نفسها وبصينا عليها من جوه، لو لقينا ان في حاجات طالعه وداخله، حاجه اسمها برل لونجيتيودنال ريدج اند جروف، حاجات داخله وطالعه جوه ماسورة السلاح بتاعتي، يبقى ده اسمه الرايفلينج. ودي بتختلف من سلاح للتاني بحسب العدد او الدايركشن بتاعها ماشي ازاي، مع قارب الساعه عكس عقارب الساعه، الدبس بتاعها، الويدز، كل الحاجات دي اختلافات بتبقى ما بين المسدس والتاني. تمام؟ طيب وده ما يسمى بكلمه رايفلينج. طب ايه يعني الميزه بتاعتها؟ ايه اللي يخليني يبقى ماسوره السلاح بتاعتي من جوه يبقى دكتور لو فيها؟ سمحت. ايوه يا فندم، حضرتك سامعني ولا ايه؟ لو سمحت، في بعض الناس بتطلب ان انت يعني ايه توضحي اكتر بالعربي، لان ناس هنا في حقوق وكده. طب تمام، مفيش مشكلة، حاضر من عليا، مفيش مشكلة خالص. احنا كنا بنتكلم دلوقتي في الاعتبارات اللي المفروض انا كفورنسيك باثولوجيست، ايه اللي حاجة انا لو شفت اصابة نارية، ايه اللي احط في اعتباري؟ لازم اعرف نوع السلاح. ايوه يا فندم، حضرتك عايزة حاجة؟ تمام؟ تمام. لازم احط في اعتباري نوع السلاح. في عندنا في نوعين هنعرف يعني ايه معنى كلمه رايفلد ونون رايفلد.
كلمه ترايفلنج اللفظ ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو جيت بصيت على ماسوره السلاح من جوه، الماسوره نفسها جيت بصيت عليها من جوه لقيت في حاجات طالعه وحاجات داخله، حاجه اسمها ريدج وحاجه اسمها جروف. الريدج الحاجات اللي طالعه اللينس بتاعتي، والحاجه اللي داخله لجوه اللي هي جروف، اللي طالع واللي داخل ده تمام، ده اسمه رايفلنج. هو ده ما معنى كلمه رايفل. حلو ده، وده بيفرق معايا العدد او الاتجاهات او الدبس بتاعه العمق بتاعه او الكلام ده كله من سلاح للتاني. طب ايه فايدته؟ ايه فايده ان انا يبقى في عندي ماسوره السلاح في حاجات داخله وطالعه فيه؟ فايدتها ان بتخلي الطلقه او البوليت اللي بتطلع تمشي بحركه دائريه، حاجه اسمها سبايرال موفمنت. الحركه الدائريه دي بتخلي الطلقه بتاعتي تمشي بسرعه كبيره جدا، وبتقلل الريزيستنس او المقاومه بتاعه الايه الجاذبيه والهواء، فبتخليها تمشي في مسافه اطول وتوصل للمكان اللي انا عايزه بقوه كبيره. يبقى ده اللي بيفرق الرايفلد ويبون عن نون رايفلد ويبون. كلمه رايفل يعني عنده جوه ماسوره السلاح حته اللي داخل واللي طالع دي اللي هتخلي البوليت بتاعتي تطلع على شكل حركه دائريه سبايرال موفمنت. تمام كده؟ طب يعني بقى يعني كده بقى النون رايفلد ويبون، الاسلحه اللي هي الغير مشخصنه اللي هي نون رايفلد دي تفهاش عندي الحاجات اللي داخله واللي طالعه. يعني انا لو بصيت عندي من جوه هنلاقيها كلها سموث كده، مفيش حاجه داخله وطالعه. تمام كده؟ ده ايه الاشكال بتاعه الاسلحه دي؟ بتبقى زي الاسلحه دي بتستخدم في الصيد مثلا، تمام، اللي هي دايما بندقيات الصيد. لو جينا بصينا عليها من جوه هنلاقيها بالمنظر اللي انا شايفه، البارل بتاعتي الماسوره بتاعتي مفيهاش حاجه داخله وطالعه بالمنظر ده. اما الرايفلد ويبون اللي اتفقنا عليهم من جوه بيبقى فيه اللاند جروبس، الحاجات اللي داخله واللي طالعه دي، زي عندي المسدسات بتاعه ايه اللي هي الخدمه، البوتاجات الخدمه او المسدسات اللي احنا كلنا عارفينها ومتعرفين عليها دي. تمام؟ ايه اللي المفروض اتعرف عليه؟ مش انا كده عرفنا اللي هو الكاتيجوري الكبير او الاساس اللي هو الرايفلد ويبون والنون رايفلد ويبون. طب ايه بقى جوه السلاح نفسه بقى اللي انا عايز اتعرف عليه؟ هتعرف على حاجه اسمها كارتريدج، هنعرف يعني ايه الكلمه دي. البوليت بتاعتي او الشوتس هنعرف اللي هي الطلقه بتاعتي، حاجه اسمها ويدز وحاجه اسمها الباودر، دي اللي هنتعرف عليهم دلوقتي. خلينا نقول احنا قسمناها تقسيمه اساسيه ما بين رايفلد ويبون والنون رايفلد ويبون. الرايفلد ويبون اللي هي دايما اللي هي بتبقى مصنوعه من النحاس، بيبقى عباره عن كارتريدج اللي هو زي البوكس الاساسي اللي هو ماسكه، وفوقيها اللي هي الطلقه اللي هي البوليت اللي عندي. اما النون رايفلد ويبون اللي انا شايفه الناحيه الثانيه دي، الملون ده، الملون ده هو ده الكارتريدج، وجواه حاجه مدوره هنتعرف عليها اللي هي الشوتس اللي هي بالمنظر ده. صوره ثانيه ليها برضو كده اهي، الرايفلد اللي هم مصنوعين من النحاس كده زي ما احنا شايفين اهو، بيبقى الكارتريدج اللي هو الكبير ده، ومن فوق كده في حاجه اسمها البوليت، هي دي اللي بتدخل جوه الجسم عندي اهي، دي الطلقه بتاعتي البوليت اهي. والرايفلد اللي هم دايما ملونين تمام، ومن جواهم جوه الكارتريدج نفسها في الشوتس اللي هي الدوائر الصغيره دي، ده هنسميه نون رايفلد ويبون. طيب تعالوا نشوف كده يعني ايه كارتريدج او ايه الدنيا اخبارها. انا لو جينا بصينا على الكارتريدج اللي انا شايفاه اللي هو كان ملون ده وبصينا عليه من جوه كده، هنلاقيه بيحتوي على حاجات كتيره قوي، لايرز كتير قوي. اول لاير عندي من فوق كده لونها ابيض دي اللي انا بشاور عليها، دي اسمها اوتر ويد، زي الغطاء اللي بيحافظ عليها ان مفيش حاجه من جوه تقع، ده الغطاء بتاعها اوتر ويد، ده الحاجه اللي بتمنع ان الحاجه اللي جوه الكارتريدج تقع مني. طب ايه بقى بتحمي ايه؟ بتحمي الدوائر اللي انا شايفاها من تحت دي اللي بتسمى بالشوتس، هي ديت الطلقه بتاعتي. تمام؟ وبعد كده هنلاقي في حاجه سميكه قوي كده لونها بني، ديت عندي انر ويد. احنا خدنا اوتر ويد اللي هي البيضه اللي فوق، الانر ويد اللي هي اللي تحت البني دي، تمام، اللي بتمنع الشوتس الدواير دي ان هي تلمس الباودر اخر طبقه معايا، لان لو الباودر لمس الشوتس بتاعتي هيحصل اجنيشن للباودر وتعمل ايه التفاعل بتاع ايه اللي هيعمل الفايرنج. تمام؟ اخر حاجه خالص من تحت هنلاقي حاجه المعدنيه دي اللي هو البراس ده عباره عن البركشن كاب اللي موجود من تحت اهو، ده اللي هيحصل في الفايرنج زي ما هنعرف دلوقتي. يبقى انا اول طبقه عندي من فوق اللي هي الاوتر ويت، ده الغطاء اللي بيحميه المكونات بتاعتي ما تقعش، تحتيها في حاجه اسمها الشوتس اللي هي الدواير، بعد كده الانر ويت اللي بيحافظ على ان الشوتس دي ما تلمس الباودر اللي تحتيها، اخر حاجه بقى اللي لونها ذهبي من تحت دي اللي انا بشاور عليها ديت اللي فيها البركشن كاب اللي هنحصل فيها الفاير.
ده منظر الكارتريدج اهي، بيبقى ملونين، دول بتوع النون رايفلد ويبون، دايما بيبقى شكلها ملون كده كل الالوان زي ما احنا شايفين. لو السهم الاصفر بيشاور على الفوق ايه، بيقول لك ان خلي بالك مثلا لا مشاور عليها دلوقتي بالماوس دي اللي هي مقفوله، يعني معنى كده ان ما حصلهاش فايرنج، ده كل حاجه موجوده جوه لسه، لكن لما بيحصل فايرنج ليها بتبتدي تتفتح بالمنظر ده، وكل المكونات اللي جوه اللي تعرفنا عليها بتطلع لبره. دي صوره تانية ليها برضو، شايفين ملونين اهو. دي بتبقى مصنوعه بين، يمكن تبقى مصنوعه من البلاستيك، ممكن تصنوعها من الكاردبورد، ليها المهم ليها الوان كتير تمام، ودول هسميهم بالنون رايفلد ويبون، وخصوصا حاجه اسمها السبورتنج جن تمام. من تحت بيبقى فيه البيز بتاعي مصنوع من البراس، وفي نقطه كده او في حته معدنيه اسمها البركشن كاب اللي هي هيحصل عن طريقها الفاير. امال ايه ده؟ دول ملونين، دول مصنوعين من البراس، ده حاجه ثانيه خالص. دول الرايفلد ويبون، دول بقى الحاجه ثانيه خالص، دول مصنوعين من النحاس زي ما احنا شايفين، مش ملونين زي بتوع النون رايفلد ويبون. انتوا كده دلوقتي معايا تمام ولا في مشكله في اللي فات؟ ايه دكاترة تمام معايا؟ سامعيني الدنيا تمام؟ كله تمام. تمام يا فندم، نكمل مع بعض. طيب يبقى انا كده الرايفلد ويبون بتوعي هنيجي اللي هما المصنوعين من النحاس تمام، مختلفين مش ملونين زي النون رايفلد اللي احنا شفناها. جم قسموها تقسيمه ثانيه، لونج سيرفيس رايفلد ويبون والشورت رايفلد ويبون تمام. اللونج سيرفيس رايفل اللي هم البندقيات بتاعه الخدمه اللي هم الطوال قوي دول تمام. اما الشورت رايفل زي المسدسات الصغيره اللي شفناها في اول الصوره دي، اللي احنا دايما بنشوفها دايما في كل حته في المسلسلات والافلام وعارفينها ومتعرفين عليها. طب اعرف افرق ازاي ما بين اللونج سيرفيس رايفل ويبون وما بين الشورت رايفل؟ قال لك على حسب، يا اما لو عليها البولت بتاعتها الطلقه بتاعتها دي، البولت دي هنلاقيها مسحوبه كده وطويله، اما الشورت رايفت هنلاقي ان هي متبططه وصغيره زي اللي مشاور عليها كده. طب افرض يعني ان البولت مش موجوده، انا اتعرف عليها ازاي؟ اعرف الكارتريدج نفسه ازاي؟ تمام؟ الكارتريدج نفسها اعرفها ازاي؟ السهم الاصفر بيشاور على حته كده اسمها شولدر، الكتف بتاع الكارتريدج. الكتف ده لو انت شفته معنى كده قول 100% انا بتكلم على لونج رايفل ويبون. لكن لو بصينا الصوره الثانيه الشورت دي هنلاقيها طالعه مستقيمه ستريت اهي، ما عندهاش الشولدر ده. يبقى انا لو انا لقيت النحاس ده معناها ان انا بتكلم على رايفلد ويبون. طيب انا عندي نوعين لونج وشورت، اعرف ازاي؟ عن طريق الشولدر. لقينا الشولدر اللي متشاور عليه بالسهم الاصفر ده، يبقى ده متكلم على لونج. لقينا انه طالع مستقيم معايا، يبقى انا بتكلم على شورت رايفلد ويبون، كله طالع مستقيم قدامي اهي ما عندهوش شولدر. طيب نبص على اللونج سيرفيس رايفلد كده اخبارهم ايه؟ طيب انا اتكلمنا ان اللونج سيرفيس رايفلد اللي هم مصنوعين من النحاس، اللي هم بيبقى البولت بتاعتهم مسحوبه لفوق، اللي هم عندهم كتاف او شولدر. طيب ممكن نقسمهم تقسيمه ثانيه كمان، نقسم تقسيمه ثانيه. قال لك ما دام انا اتعرفت عليهم من فوق، تعال نبص عليهم من تحت. لقينا في عندي حاجه داخله لجوه كده اسمها جروف، حاجه داخله لجوه اهي، داير ما يدور اهو، ده اسمه جروف، زي اللي انا شايفه في الصوره اللي تحت دي، حته كده داخله لجوه داير ما يدور حواليها. لو لقينا الجروف ده يبقى ده اوتوماتيك. لكن لو لقينا فيه ريم زي جرد خط كده موجود، زي ما يكون ده الايه السنده بتاعت الكارتريدج، خط كده موجود تمام، ده هنسميه بالريم، يبقى ده نون اوتوماتيك. تاني بالراحه مع بعض عشان ما نتلخبطش، احنا اتعرفنا الاول على انواع الاسلحه، الحاجات اللي لونها ملونه النون رايفلد اللي هم السبورتنج جان، الحاجات اللي لونها نحاسيه هتبقى الرايفلد ويبون. جينا قسمناهم تقسيمه ثانيه من فوق، هنبص لقينا فيه شولدر يبقى ده لونج، لقيناها طالع مستقيم يبقى ده شورت. حلو قوي، نقسم تقسيمه ثانيه للونج كمان، هنبص عليها من تحت، لقينا في عندي جروف حته داخله لجوه كده يبقى ده اوتوماتيك، اما لقينا في خط بس مجرد خط زي ما يكون حاجه سانده عليها الكارتريدج يبقى ده نون اوتوماتيك. طب يعني ايه كلمه اوتوماتيك ونون اوتوماتيك وايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ قال لك الاوتوماتيك اللي هو ابو الجروف ده، الجروف ده معمول علشان حاجه اسمها اكستراكتور هوك، حاجه زي الخطاف بتمسك فيها، بتمسك جوه الجروف ده تمام، عشان لما اجي اعمل الفايرنج بتاعي اتخلص من الكارتريدج ده، يبتدي يطلعوا الهوك ده تبتدي يطرد الكارتريدج لبره. اما النون اوتوماتيك ده اللي هو فيه الريم، مجرد بس ان بيمسك الكارتريدج عشان ما تقعش جوه الماسوره السلاح، سنده بس تمام. يبقى ده الفرق ما بين الاوتوماتيك والنون اوتوماتيك، او فرق ما بين كلمه جروف وكلمه ريم.
يبقى انا كده عندي لو بيضة بصينا هم دول مصنوعين من النحاس، من فوق عندي شولدر يبقى انا بتكلم على رايفلد ويبون، بتكلم على اللونج. اجي ابص من تحت انا عندي ده ريم اهو يبقى ده نان اوتوماتيك، اما اللي تحت هنا هيبقى الجروف زي اللي بشاور عليهم اهو يبقى ده اوتوماتيك سيرفيس رايفلد. لحد دلوقتي الدنيا تمام ولا اتلخبطنا؟ تمام تمام طب ندخل على اللي بعدها بقى الشورت. احنا اتكلمنا على اللونج، طب نشوف الشورت بقى جم قسموها تقسيمه ازاي. تمام قسمناها برضو نفس التقسيمه، من تحت عندي جروف هنطلق عليه كلمه اوتوماتيك بس هنزود كلمه بيستو يبقى اسمها اوتوماتيك بيستو. طب لقينا ريم من تحت ار مع ار عشان نحاول نحفظ مع بعض، ريم يبقى ار يبقى معناها الريفولفر ار مع ار. فقال لك طيب الريفولفر عندي نوعين، نوع قديم كده اولد قديم لو جينا بصينا عليه هنلاقيه لونه ايه مفيش جاكيت عليه، جينا نبص على الطلقه من فوق البوليت مش هنلاقيها متغطيه ما عندهاش جاكيت، الرصاص طالع معايا يعني انت في ارض الواقع لو شفت الطلقه دي وكتبت بيها هتكتب انه رصاص، هنسميها اولد ريفولفر ده مش جاكيت دي حاجه قديمه قوي. لكن اللي جنبها بتغطيه عندي جاكيت ده اهي نفس لون البراس بتاعي بتاع ايه بتاع الكارتريج يبقى ده نيو ريفولفر. يبقى انا الشورت قسموه تقسيمه ثانيه على حسب ايه، لقينا الجروف يبقى ده اوتوماتيك بيست، لقينا ريم ار مع ار يبقى ده ريفولفر. جم قسموا الريفولفر ده حاجتين، لو لقينا البوليت بتاعتي مش متغطيه نوت جاكيتد مصنوعه من الرصاص بس يبقى ده اولد ريفولفر قديمه، لكن لو لقينا ان هي متغطيه جاكيتد يبقى ده نيو ريفولفر. يبقى كده انا كده وضحت معايا بقى الصوره دي اللي قسمناها نان رايفلد ورايفلد. الرايفلد ده جينا لونج والشورت، اللونج برده اوتوماتيك ونان اوتوماتيك، والشورت قسمناه برده لقينا جروف اوتوماتيك بيستول، لقينا ريم ار مع ار يبقى ريفولفر، لقينا ان هي مش جاكيتد يبقى الاولد، لقيناها جاكيتد يبقى نيو. يبقى انا كده وضحت معايا التقسيمه المخطط بتاع السلاح ده.